وزارة الخارجية السعودية أصدرت طلعت بيان بتكلم على المستوى الرسمي إنه العلاقات ما بين البلدين أي ما زي ما كنت بقول لحضراتكم حالا دلوقتي بشكل غير رسمي يعني، لكن المصدر الرسمي في البيان بيقول إنها بترتكز على التعاون الوثيق لمواجهة تحديات مشتركة. النهاردة كمان صدر البيان ده عن الشراكة المصرية السعودية، على الشراكة دي معناها ايه بالنسبه للمنطقه اللي احنا عايشين فيها من العالم. زي ما كنت بقول لحضراتكم اذا كانت العلاقات المصريه السعوديه هي علاقه ثابته، فالمواقف المصريه السعوديه خلال الفترات اللي فاتت وخلال الفتره الحاليه اللي احنا موجودين فيها بنتكلم مع حضراتكم النهارده كان في تاكيد على المستوى الرسمي وعلى مستوى المصادر اللي احنا بنتكلم معاها من الجانبين انه في مواقف اساسيه كده، يعني بيسموها هي برضو البيزكس في السياسه او المواقف الاساسيه الجوهريه دي اللي هي مرتبطة بالإقليم، مرتبطة بمنطقتنا، مرتبطة بالقضايا اللي احنا عايشين فيها وبنتعامل معاها، كلها ملفات وفقاً لكل البيانات اللي صدرت النهاردة وفقاً زي ما كنت بقول لحضراتكم من المصادر المختلفة اللي بنتكلم معاها لم يطرأ عليها إلا إعادة إبرازها وتأكيدها، يعني ما فيش فيها تغييرات ولكن في دايماً نوع من التأكيد عليها أو زي ما بيقولوا برضو إعادة إنعاشها أو التركيز على الرسالة زي ما بيقولوا بقى عندنا إحنا في شغلانتنا يعني في الميديا أو في الإعلام. السعودية المصرية علاقة صلبة قوية في أعمق جذور العلاقات بين الدول لا تتأثر بأي شكل من الأشكال